الله أكبر الله، أي أن تجعل الدنيا في مقام له أهمية كبيرة. قال ويريد الذي وربه يقول إني قريب. إذن أذكر أيها الإخوة أن حراسة الجوارح، وأن تكون معتدلا وأن تكون متقيا ورعا زاهدا، مجتمعنا المسلم أثر، ومنهم من بالغ في توهينه ولم يوثق، ولكنه حينما جمع به في العلم والعمل والقدوة، أحيانا ستكتشف أن الخلاف السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين، نبينا وحبيبنا وقائدنا وقرة أعيننا وقدوتنا محمد بن عبد الله، عليه وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين، أفضل الصلاة وتم التسليم. وأحمد الله تعالى أن يسر هذا اللقاء المتجدد في حلقة من حلقات الذكر في بيت من بيوت الله، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا في هذا المجلس المبارك ممن تحفهم الملائكة وتغشاهم الرحمة ويذكرهم الله تعالى في من عنده. وأسأل الله تعالى أن يجعل جائزتنا عند تفرقنا أن يقال لنا جميعا قوم مغفورا لكم، وما ذلك على الله تعالى بعزيز. وأسأل الله تعالى وقد اجتمعنا نقرأ حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ونتعلم سنته، وقد امتلأت قلوبنا محبة له عليه الصلاة والسلام واشتياقا إليه، أسأل الله تعالى أن نكون ممن قال فيهم عليه الصلاة والسلام: وددت لو أني رأيت إخواني. قالوا: أولسنا إخوانك يا رسول الله؟ قال: أنتم أصحابي وإخوان قوم يأتون من بعدي يود أحدهم لو رآني بأهله وماله، فمن شدة شوقهم إليه عليه الصلاة والسلام. فنسأل الله تعالى أن يجعلنا من أتباع سنته وأن يرزقنا يوم القيامة شفاعته. وصلنا أيها الإخوة والأخوات إلى الحديث 104 من هذا الكتاب المبارك صحيح البخاري، وكنا قد شرحنا شيئا منه في الدرس السابق، فنعيد شيئا يسيرا على عجل مما سبق، ثم نذكر بعض التفصيلات بإذن الله. الحديث عن أبي موسى رضي الله تعالى عنه قال: جاء رجل أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم يفرحون إذا جاء أحد من خارج المدينة ليسمعوا أسئلته للنبي صلى الله عليه وسلم، وذلك أن الله تعالى نهاهم: لا تسألوا عن أشياء تبدى لكم تسؤكم. فهم نهوا عن الإكثار من المسائل. وقد تقدم معنا أيضا أنه صلى الله عليه وسلم سألوه في بعض المسائل فأكثروا عليه، فرق المنبر غاضبا وقال: سلوني سلوني، حتى قام عبد الله بن حذافة قال: من أبي؟ حتى قام عمر قال: رضينا بالله ربنا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا، يعني من شدة ما رأى. فكان الصحابة إذا جاء أحد من خارج المدينة يفرحون لأنه يسأل بعض الأسئلة التي يهابون أن يسألوها أو تعتبر غريبة، مثل يأتي رجل يقول: يا رسول الله متى الساعة؟ ما كان أحد من الصحابة المقربين للنبي صلى الله عليه وسلم يسأل هذه المسائل، لكنهم كانوا يشتاقون أن يسمعوا الجواب عليها. فيأتي هذا الأعرابي ويسأل متى الساعة فيجيبه النبي عليه الصلاة والسلام وهم يسمعون. جاء هذا الأعرابي وسأل النبي صلى الله عليه وسلم هذا السؤال. هذا السؤال أيضا ربما أن المقربين من الصحابة إلى النبي صلى الله عليه وسلم لا يجرؤون أن يسألوه عنه، أن يأتي أحدهم يقول: يا رسول الله ما الحكم لو قاتلت شجاعة أو حمية أو غضبا لقومي؟ أو كانوا يستحون ويتحاشون أن يسألوا هذا النوع من الأسئلة. فإذا جاء رجل من بعيد وسأل هذه المسائل فرحوا بها وجعلوا ينصتون إلى جوابها. قال هذا الرجل: يا رسول الله ما القتال في سبيل الله؟ الله تعالى أمر بالقتال في سبيله ومدح الذين يقاتلون في سبيله صفا، وجاءت النصوص الشرعية بمدح هؤلاء. يا رسول الله إيش معنى القتال في سبيل الله؟ بين لنا. ثم ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم مراتب الناس الذين يقاتلون. كانوا في الجاهلية يقاتلون لأمور متعددة، يقاتل أحدهم ليرى مكانه، ويقاتل أحدهم حمية لقومه، ويقاتل أحدهم ليظهر شجاعته،
ونحو ذلك. وهو يقول: يا رسول الله، نحن كنا في الجاهلية نقاتل لنوايا متعددة، فتجد أن 10 يقاتلون مع بعض، هذا قصده الرياء والسمعة، واللي بجنبه قصده يخرج شجاعة أمام الناس، واللي بعده قصده الحمية عن قومه. مثل ما كان في رجل يقاتل مع المسلمين فمدحه بعض الصحابة وقالوا: يا رسول الله، ما أغنى عنا أحد كما أغنى عنا فلان، يعني هذا قتاله قوي ومتحمس في القتال. فقال عليه الصلاة والسلام: هو في النار. يعني نيته وقصده ليس خالصا، ليس معناه أنه يكفر بالله بهذه النية، لكن أنه لن يؤجر على عمله هذا الجهادي. قال: هو في النار. يقول بعض الصحابة: فأهمني أمره، انشغلت. إذا هذا في النار وهو بهذه الشجاعة والقتال والحماس، إذا نحن أين نكون؟ يقول: فأهمني أمره فأصابته جراحة، فجئت إليه وقلت: يا فلان، هنيئا لك الشهادة. فقال: أي شهادة؟ إنما قاتلت حمية عن قومي مخافة أن يظهر عليهم آل فلان. يقول: نحن قبيلة كذا، وبيننا وبين القبيلة الثانية عداوة، فأنا خشيت أن القبيلة الثانية تنتصر على قومي فيلحق قومي مذمة وذل، فأنا طلعت أقاتل حماية لقبيلتي، حماية لاسمنا، ما قاتلت لإعلاء كلمة الله، ما همني ترتفع ولا تنخفض، أنا همني قومي ألا يذلوا. وفي بعض الروايات أنه قتل نفسه، يعني في قصة أخرى أن الرجل انتحر لما اشتدت جراحته، ولعله يأتي معنا تفسيره إن شاء الله. فالمقصود النبي صلى الله عليه وسلم ينبه هنا إلى أن العمل قد يكون ظاهره عمل صالح وحسن، لكن تكون النية التي في داخل القلب نية مخدوشة مدخولة، وبالتالي الإنسان يدقق في نيته. قال: يا رسول الله، ما القتال في سبيل الله؟ وهذا الكلام عام، كأن تقول مثلا أيضا: ما الدعوة في سبيل الله؟ ما الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ ما الصدقة المقبولة؟ ما الزكاة المقبولة؟ ما الصلاة المقبولة؟ ما الحج المقبول؟ فهذا ينطبق على كل الأعمال الصالحة. قال: فإن أحدنا يقاتل غضبا، يغضب أنكم غزوتم بلادنا فيخرج غضبا. نقول: طيب، أنت قصدك تعلي كلمة الله، أنت قصدك تدافع عن الإسلام، أنت قصدك أن لا يظهر الكفر على الإسلام. قال: والله ما فكرت في هذا، أنا كنت غضبان وطلعت أقاتلهم، لماذا تعتدون علينا؟ قال: فإن أحدنا يقاتل غضبا ويقاتل حمية. وذكرنا أن الحمية هي الأنفة والغيرة، بحيث أنه يحامي عن قومه. وأنتم تعلمون أن منذ القديم إذا كانت هناك قبيلتان متجاورتان فإنه يقع بينهم أحيانا من المناوشات والتحريش ونحو ذلك ما يقع، فيتنافسون، ويقال لك مثلا قرية كذا وقرية كذا، هذه القرية فيها قبيلة آل فلان والقرية المجاورة لها قبيلة آل فلان، فبينهم مشاكل دائما ومناوشات ونحو ذلك، كل واحد يريد أن يظهر على الآخر. وبالتالي ربما لو قتل رجل من هذه القرية رجلا من تلك القرية لثار أولئك، ليس لوقوع منكر القتل وجريمة القتل، لكن حمية عن قومهم، كيف يتجرأ علينا؟ هذه الأنفة والغيرة. قال: الرجل يقاتل حمية، يعني يخرج لقتال قبيلة معينة ليس لإعلاء كلمة الله، لكن غيرة على قومه وأنفة أن تظهر تلك القبيلة عليهم. طيب، يعني أنت قصدك إعلاء كلمة الله؟ قال: لا، ما همني كلمة الله تعلو أو تنخفض، إنما أنا همي أن قومي يرتفع شأنه. قال: أحدنا يقاتل غضبا ويقاتل حمية ويقاتل شجاعة. شجاعة معروفة هي القوة والإقدام، فهو يلتقط سيفه، إذا قالوا ما في معركة التقط السيف وامتشق الرمح وركب على الخيل وقال: وين القتال؟ وين المعركة؟ هو ما يقصد غيره لله وحمية لدين الله أو غيرة على التوحيد، لا، يقصد: انظروا إلي، شوفوني يا ناس، أني أنا أول من طلع على الخيل، حتى أنتم تقولون: والله أن فلان هذا قوي وشجاع. مثل ما جاء في حديث أبي هريرة لما قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أول من تسعر بهم النار ثلاثة،
مجاهد ومتصدق وقارئ للقرآن. فذكر المجاهد، قال أما المجاهد فيجاء به فيسأله الله فيقول ماذا عملت، إيش عندك من أعمال، فيقول يا ربي ما تركت بابا يجاهد فيه في سبيلك إلا جاهدت وقاتلت، فيقول الله تعالى له كذبت، وتقول الملائكة كذبت، وإنما قاتلت ليقال جريء. أنت قصدك من القتال القصد الذي الناس لم يعرفوه، لكن الله عز وجل علمه من قلبك أن يقال جريء. أنت التقطت السيف وامتشقت الرمح وركبت الخيل وأخذت تصيح وتنادي بالقتال، ما هو لله، واضح أنك عشان يقول الناس الموجودين والله أجرأنا فلان، والله أشجعنا فلان، والله هذا الرجل، إنما طلبت الثناء والمدح، وإنما ليقال جريء. فقد قيل، يقول لها الله يوم القيامة، أنت طلبت شيئا وحصل لك في الدنيا، طلبت أن الناس يقولون جريء وشجاع، قيل خلاص إذا مالك شيء عندنا، الجزاء الذي كنت تسعى وراءه حصلت في الدنيا، إيه ماذا تريد منا إذن؟ قال وإنما قاتلت ليقال جريء، فقد قيل، قال عليه الصلاة والسلام ثم يؤمر به فيسحب إلى النار. فهذا يدل على أن القلب لا بد أن يتوجه إلى الله تعالى في كل عمل. قال أحدنا يقاتل غضبا ويقاتل حمية ويقاتل شجاعة ويقاتل رياء. الشجاعة أنه يريد الناس يمدحون يقولون والله هذا قوي، والله هذا شجاع، والله هذا بطل. والرياء أنه يخرج بلباسه وعتاده وكذا حتى يا ناس انظروا إلي، ما تكاد تمر معركة إلا وأنا أول واحد موجود فيها رياء. والرجل يقاتل للمغنم، يقاتل للمغنم. قالوا له والله يعني مثل ما قال الله تعالى عن قومنا المنافقين لما تخلفوا عن غزوة تبوك، قال الله لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك ولكن بعدت عليهم الشقة. يقول لو كان عرضا قريبا، لو كان غزوكم يا محمد صلى الله عليه وسلم أنت وأصحابك، لو كانت غزوتكم إلى مكان قريب كخيبر مثلا، لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا يعني مقتصدا قصيرا لاتبعوك، لخرج معك المنافقون كلهم الذين تخلفوا عنك، إلا من استثنى الله تعالى الثلاثة الذين خلفوا، أبي وكعب بن مالك وهلال بن ومرارة بن الربيع وهلال بن أمية، هؤلاء استثناهم الله، لكن البقية ذمهم الله. فيقول الله هؤلاء لو كان فيه مغنم لخرجوا معك، لكنهم ما خرجوا لأنه سفر بعيد وشدة حر ونحو ذلك. فيقول والرجل يقاتل للمغنم، يخرج وهو يسأل يقول القبيلة المقابلة لنا هي قبيلة غنية أم قبيلة فقيرة، هل سيأتون بي بأموالهم معهم، هل إذا غزوناهم سهل أن ننقل الأموال إلينا، أو همه المغانم. والرجل يقاتل للذكر، عشان إذا رجعوا وتحدثوا عن المعركة يكون هو موجود في الكلام، يريد أنهم إذا رجعوا وقالوا والله شفت فلان كيف ضرب وفلان كيف أقدم وفلان كيف رفع سيفه، يريد أن يكون هو خلال القصة موجودا ليذكر، حتى يقولون وفلان أيضا والله يشوفوا إقدامه وإحجامه وسرعته وقتاله. يقاتل للذكر ليذكر. والرجل يقاتل ليرى مكانه، يعني هو له مكانة بين قومه، فإذا كان يتخلف عن الغزوات انخفضت مكانته وقالوا أنت ما تستحق تكون رئيس ولا تستحق أنك تكون مقدم بيننا، أنت ما يعني جبان وتتخلف عن مغازينا، وإذا جاء الجد رأيناك متخلفا. فهو يخشى من هذا الكلام فيريد أن يحافظ على مكانته وعلى مركزه في قومه، فإذا جاءت معركة ألزم نفسه بالخروج حرصا على مكانته. يعني ليس قصدك إعلاء كلمة الله، قال لا أنا ما ليس قصدي إعلاء كلمة الله، أنا قصدي أني أحافظ على مكانتي إذا خرجت معه. ثم قال فمن في سبيل الله يا رسول الله، هذه ثمانية أو تسعة أنواع، من من هؤلاء التسعة في سبيل الله؟ فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يطرح كل هالتسعة ويختار رجلا لم يذكره هذا الرجل، قال من قاتل لتكون كلمة الله العليا فهو في سبيل الله.
كما سيأتي معنا الآن شرحه إن شاء الله. هذه الأصناف التي ذكرها الرجل تقدم معنا أيضا أنها ليست خاصة بالقتال في سبيل الله، كل أمر يفعله الإنسان قد يكون قصده هذا. الأمر المعروف النهي عن المنكر، قد يأمر الإنسان وينهى عن المنكر ليظهر شجاعته أو ليرى مكانه. يعني تجد واحد مثلا جالس مع مجموعة في مجلس، فأحدهم مثلا أخرج سيجاره وأراد يدخن، فهذا الرجل الجالس يعني ربما أنه عادي أنه يرى واحد يدخن، التدخين منكر يعني، لكنه قال في نفسه كيف يدخن وأنا موجود، كيف يدخن وأنا إمام المسجد واللي لي مكانتي، إذا دخن أمامي معناه ما احترمني، معناه مكانتي ستقدح عندهم، معناه سيقولون الله فلان غير محترم، الناس يدخنون أمامه ولا يحترمونه، فيتكلم ويقول يا أخي جزاك الله خير، الدخان منكر وحرام ولا يجوز أن تدخن أمامنا ولا في غير أمامنا أيضا، حرام واتق الله. فإذا سألته ونظرت في قلبه، هل أنت قصدك إنكار المنكر والنصح، أم أن قصدك الذي دفعك الحفاظ على مكانتك، وأنه لا يقال إن فلان هذا الشيخ ما له شخصية، شوف يدخنون أمامه يغتابون أمامه، عمره ما تكلم، وين مشيختك وين علمك، فهو يخشى على هذه المكانة فينكر لأجل ذلك، هذا ليس في سبيل الله إنكاره المنكر. أو واحد يتصدق رياء أو يتصدق حمية عن قومه، يعني مثلا مر بيدخل المسجد ورأى مثلا امرأة تسأل الناس تشحذ مثلا، فعرف انها مثلا من قبيلته وفي 4 نساء بجانبها، فاخذته الحمية ان يخرج الناس ويروا فلانة ان امرأة من قبيلة آل فلان انها تسأل الناس عند المسجد، اخذته الحمية فقام واعطاها فلوس وقال خلاص انا امشي لك راتب في بيتك ولا تسأل الناس عند المسجد. فقالت اللي بجانبها طيب انا اشد حاجة منها، انا اشد فقرا، وانا قال لا ما همتيني، اهم شيء بنتنا هذه، لا اريدها انها تسأل الناس، ولا اريد حتى ما يقال والله آل فلان رامين بنتهم. قل اذا انت ليس قصدك مساعدة فقير، وليس قصدك رفع المسكنة والحاجة عن محتاج، انما قصدك حمية لقومك، هذا الذي دفعك الى هذا. وكذلك في اعانة الملهوف، كذلك في نصرة المظلوم، كذلك حتى في تأليف الكتب، ممكن واحد يؤلف كتاب ليرى مكانه، ليظهر علمه، لرياء، لسمعة، أو ما شابه ذلك. فالصحابي يقول يا رسول الله الناس في القتال قلوبهم متنوعة، أي ذلك في سبيل الله؟ فقال عليه الصلاة والسلام من قاتل لتكون كلمة الله العليا فهو في سبيل الله. يقول ابن حجر رحمه الله يمكن أن يقال إن المراتب 5، مراتب النية اللي في داخل القلب 5، أن يقصد الإخلاص وغيره. واحد ألف كتابا أو تصدق وهو يعني على قريبته هذه المحتاجة، فهو يقصد الإخلاص لله، ويقصد مع الإخلاص إنه ما تفشلينا، إنه ما يقال والله فلانة من قبيلة فلان أو من جماعة فلان تشحد عند المسجد، فهو قصده الإخلاص، وقصده أيضا اختلط معه غير الإخلاص. هذه مرتبة. مرتبة الثانية أن يقصد الإخلاص وحده لكن يدخل غيره ضمنه، يعني مثلا جاء وتصدق على المرأة لله ثم تبين له أنها من قبيلته ففرح، قال الحمد لله أني رفعت يعني مثلا أمرا محرجا عن قبيلتي. نقول أنت يعني منذ أن تصدقت قصدك الرياء؟ قال لا والله، والله ما أدري إنها من جماعتي، لكني حمدت الله أني وافقت الشيئين، مثل الذي يقاتل مخلصا ثم جاءته مع ذلك غنيمة، قال الحمد لله أن الله رزقنا غنيمة مع الإخلاص، فهذا لا بأس عليه. الثالث أن يقصد غير الإخلاص لكن حصل إعلاء كلمة الله ضمنا، واحد طلع قاتل حمية وشجاعة ليرى مكانه ومع ذلك انتصر المسلمون، نقول انت ليس لك اجر، لانك اصلا طلعت لا لاجل اعلاء كلمة الله فلا تدخل في الاجر. الرابع ان يقصد غير الاخلاص، يقصد الشجاعة
وأيضا يقع عليهم هزيمة، فاجتمع الأمران، لا اللي حصل أجر بإخلاصه ولا الذي حقق أيضا نصرة، فهذا ضيع الأمرين. الأمر الخامس وهو أفضلها، أن يقصد إعلاء كلمة الله فقط. قال والله لا قصدي غنيمة ولا قصدي ليرى مكاني، ولا أنا قصدي أعلي كلمة الله فقط، هذا أحسن المراتب. ومن ذلك أن محمد بن مسلمة غزوا حصنا في المشرق، يقول فتمنع عليهم الحصن وتعبوا وهم محاصرون له والحصن لا يفتح، وكان حصنا منيعا، وكان كلما اقتربوا ألقى أولئك اللي في داخل الحصن عليهم حطب النار ورموا عليهم السهام، فكل واحد لا يستطيع أن يدخل في الحصن. فتقدم رجل مختفيا في الليل وأخذ ينقب نقبا في الحصن من مكان بجانب الباب في الليل، حتى استطاع أن يفتح في الحصن فتحة ودخل كما يدخل يعني الثعلبان كما يقال، حفر واستطاع أن يدخل، وكان في الليل حارسين ثلاثة عند الباب قاتلهم واستطاع أن يفتح الباب للمسلمين، ودخل المسلمون وفتحوا الحصن. فقال محمد بن مسلمة القائد من صاحب النقب؟ فلم يظهر إليه من الجيش أحد، فنادى مرارا من صاحب النقب؟ فلم يظهر إليه من الجيش أحد، فضاق صدره يريد أن يعرف من هذا الذي كتب الله النصر على يده. فقال عزمت وأقسمت على صاحب النقب، وأنا الأمير القائد يعني يجب أن تطيعوني، عزمت وأقسمت على صاحب النقب أن يأتيني، يأتي ويعرفني بنفسه. يقولون فلما كان في الليل أو في الليلة التي بعدها جاء رجل إلى الحاجب عند باب القائد وقال استأذن لي إلى الأمير. فقال له أنت صاحب النقب؟ قال أنا أدلكم عليه، استأذن لي عند الأمير. فأذن له فدخل إلى محمد بن مسلمة وقال فرح محمد، قال أنت صاحب النقب؟ قال أنا أدلكم عليه، لكن هو يشترط ثلاثة شروط. قال ما هي؟ قال ألا تسأله عن اسمه، وألا تسود اسمه في صحيفة إلى الخليفة، يعني ما تحرجه وتأخذ الاسم وتكتب خطاب للخليفة كتاب أن فلان ما قصر وأنه نفعنا، لا ما نريد الخليفة يعرف من هو. أول شيء ألا تسأله عن اسمه، وألا تسود اسمه في صحيفة إلى الخليفة، وألا تعطيه جائزة. إذا أنت موافق أدلك على صاحب النقب. حاول محمد بن مسلمة طيب لماذا، وهذا الرجل له حق، ويعني والنبي صلى الله عليه وسلم كان ينفل الصحابة، ينفلهم يعني في أول معركة، يقول مثلا من فعل كذا فله كذا، ومن هذا يسمونها النفل في الغنيمة. فقال لا، إما هذه ثلاث شروط ولا ما تعرفون. فقال له هذه الثلاثة شروط: أن لا نسأله عن اسمه، وأن لا نسود اسمه في صحيفة الخليفة، وأن لا نعطيه جائزة. فقال أنا صاحب النقب. فمحمد المسلم سكت، ماذا يقول؟ عاهد على الثلاثة شروط. وخرج الرجل وغاب في غمرة الناس، خلاص غاب مع الناس، يعني صعب أن محمد المسلم بينها الآلاف يبدأ يبحث واحد عن، وهو قد اتفق معه خلاص أن ما عاد بيننا وبينك علاقة. يقولون فكان محمد المسلم بعدها يدعو الله تعالى ويقول اللهم احشرني مع صاحب النقب. شوف هذا في شدة إخلاصه لله تعالى، وفعلا هذا العمل العظيم الذي عمله يعني مكافأته عند الله تعالى وأجره أعظم من أن يضيع بثناء ومدح للناس يمدحونه 4 أيام 5 أيام 10 أيام بعدين ينسونه، خلاص يأتي من هو أشجع منه وينشغلون بقصة جديدة ويكون فاته الأجر العظيم. لا، هذا هو العقل، أن يجمع حسناته للآخرة هناك، أني ما أريد منك أي جزاء ولا شكورا، أنا أريده من الله. هذا بلا شك أنها مرتبة عظيمة، وإلا يجوز أنه يأخذ جائزة ويجوز أنه يأخذ أعطية، لكنه ترك ذلك. وكذلك جاء عن ابن المبارك
أنهم واجهوا الروم في معركة. قالوا فخرج رجل من الروم، وابن المبارك بالمناسبة جمع الله تعالى له بين أمور، جمع له ما بين العبادة والعلم والتجارة. كان ابن المبارك تاجرا كبيرا، وكان أيضا من تجارته أنه كان يكفي طلبة العلم العمل، ويقول أنا أنفق عليكم أطلب العلم من تجارتي. وكذلك أبو حنيفة اشتغل بالتجارة وغيره، حتى من اللطائف يعني نسوقها للتمليح، ذكروا أنه كان يذهب إلى البلدان ويعطي طلبة العلم يعني مصروفهم أو مالا أو كذا. فمر ببلد وتوجه إلى إسماعيل بن علية، عالم وطالب علم، وأراد أنه يعطيه النفقة. فقيل له إنه قد ولي القضاء. قال أنا قلت لهم لا تلوا قضاء ولا تشتغلوا، اشتغلوا بالعلم. فقالوا قد ولي القضاء. قال فتركه ورجع إلى بلد، أعطى الآخرين ورجع إلى بلد. فكتب إليه إسماعيل بن علية يلومه، يقول يا شيخ أنت عودتنا أنك تأتي وتعطينا يعني نفقة وكذا، وانت ما أعطيتني، وأعطيت من معي وما أعطيتني. قال فقال اقلبوا الورقة. فقلبوا الورقة اللي هي الرسالة. قال اكتبوا له. قال ما نكتب. قال اكتبوا له يا جاعل العلم له بازيا. البازي هو الصقر. يا جاعل العلم له بازيا، يصطاد أموال المساكين، احتلت للدنيا ولذاتها بحيلة تذهب بالدين، فصرت مجنونا بها بعدما كنت دواء للمجانين. أين رواياتك فيما مضى عن ابن عمرو وابن سيرين؟ أين رواياتك في سردها بترك أبواب السلاطين؟ إن قلت أكرهت فذا باطل، زل حمار العلم في الطين. يقولون فبلغت إسماعيل بن علية فترك القضاء، قال نفقتي من الشيخ أكثر بركة. الشاهد أنه كان جمع الله تعالى له فضائل. وكان في الثغور، يرابط في الثغور. ومنها أيضا القصة المشهورة لما أرسل إلى علي بن الفضيل، وكان علي بن الفضيل في الحرم يتعبد، فعلي بن الفضيل أو الفضيل بن عياض، الفضيل بن عياض أرسل عبد الله بن المبارك يقول له تعال للحرم تعبد واترك عنك الرباط في الثغور. الثغور هي مراكز تجعل على حدود بلاد الإسلام حتى تكف الأعداء لو هجموا فجأة يعني. فأرسل له يقول تعال إلينا. فأرسل إليه عبد الله بن المبارك الأبيات المشهورة: يا عابد الحرمين لو أبصرتنا لعلمت أنك بالعبادة تلعب، من كان يخضب خده بدموعه فنحورنا بدمائنا تتخضب، أو كان يتعب خيله في باطل فخيولنا يوم الكريهة تتعب، ريح العبير لكم ونحن عبيرنا رهج السنابك والغبار الأطيب، ولقد أتانا من مقال نبينا قول صحيح صادق لا يكذب، لا يجتمع غبار خيل الله في أنف امرئ ودخان نار تلهب. فكان مرابطا. فلقوا في يوم من الأيام جمعا من الروم جاءوا مقاتلين، فخرج إليهم هذا الجمع من المسلمين المرابطين، فوقفوا. وكانت العادة أن يخرج رجل من الروم أو من المسلمين ويقول من يقاتل من يبارز، هذا لإلهاب المعركة يعني. فخرج رجل من الروم وقال من يبارز من يقاتل، وكان رجلا بدينا عظيما. فخرج إليه واحد من المسلمين فتقاتل فقتله الرومي، ثم ازداد الرومي حنقا وشجاعة وإقداما وقال من يقاتل من يبارز، فخرج إليه آخر فقتله الرومي، ثم قال من يبارز من يقاتل، فأحجم المسلمون. اللي قتل اثنين ورا بعض أحجم المسلمون. فتلثم عبد الله بن المبارك وخرج إليه، فتناوش ساعة ثم قتله عبد الله بن المبارك. فكبر المسلمون، شعروا أنك أرجعت الحياة لنا، أرجعت كرامتنا. كبر المسلمون وأقبلوا إلى ابن المبارك وهو يتصدد عنهم، لا يريد أن يروه، يتصدد عنهم يعني بلثمته لا يريد أن يعرفوا من هو. قال فمد ابن زيد يده، وكان صاحب ابن المبارك شك، هذا شكل ابن المبارك صاحبي، فمد يده إليه وجذب لثمته. فقال ابن المبارك وقد غطى وجهه أخرى وقال حتى أنت يا ابن زيد ممن يشنع علينا؟
ممن يفضحنا يعني، فعدها فضيحة أن يظهر عمله للناس. قال حتى أنت يا ابن زيد ممن يشنع علينا، فكانوا في شدة الإخلاص. ولذلك حتى في الحديث الصحيح ورجل في السبع الذين يظلهم الله في ظله، قال عليه الصلاة والسلام ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. وكان السلف رحمه الله كانوا أشد الحرص على مثل هذا، حتى ذكروا أن أحد الأئمة قام مرة وطلب مالا للثغور وقال إنهم محتاجون وتأثروا بكى، وهو يقول يا جماعة الناس يموتون في الثغور يحتاجون تبرعات، فلم يعطيه أحد. فلما كان من الليل أقبل إليه أحدهم في بيته وقال خذ هذا المال للثغور، وأعطاه مالا كثيرا، ما أعطاه أمام الناس، أعطاه بينه وبينه. فلما كان في الدرس من غد الشيخ متحمس وقام وقال الحمد لله أمس طلبنا مال للثغور وكذا، وبالليل جاءني فلان جزاه الله خير وقد أغنى عن الجماعة، يعني فعل أمرا كفاكم التبرع وقد أغنى عن الجماعة، وجاء إلي بمال كثير قدره كذا وكذا. فغضب هذا الرجل الصالح، الآن أنا أسر إليك في الليل وتطلع عملي في النهار. فقام الرجل الصالح من بين الطلاب قال يا شيخ، قال نعم، قال أنا أعطيتك المال من مال أمي وهي غير راضية، فينبغي أن ترده إلي، أنا أخذته من أمي وقالت لأمي ليش أنت تتصدق به، أرجع المال. فأمر الشيخ بالمال يحضر من بيته وعطوه إياه. فلما كان من الليل جاء الطالب إلى الشيخ وقال خذ هذا المال قد رضيت. قال والله علمت أنه أمك ما لها دخل في الموضوع. قال نعم، لكن لا تفضحن أحدا أراد الإخلاص، أنا الآن في الليل أعطيك إياه وفي النهار تشهر بي. فيقول هذا الشيخ يقول والله إني أخشى من نية فلان، يعني أتمنى أن عندي نية مثل نية فلان. فالمقصود أن الإنسان إذا عمل عملا ينبغي أن يطهر قلبه من أن يشاهد الخلق أو أن ينظر إليهم أو أن يطلب ثناءهم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول اتقوا الشرك الأصغر أو قال الخفي، فإنه أخفى من دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في ليلة الظلماء. قال الصحابي يا رسول الله كيف نتقيه هذا الرياء الذي يخالط القلب؟ فعلمهم صلى الله عليه وسلم دعاء، قال إذا وجد أحدكم شيئا من ذلك فليقل اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم وأستغفرك لما لا أعلم. وأيضا ينبغي في الحقيقة، يعني ابن عساكر رحمه الله وغيره قالوا ينبغي أن لا يشدد في الكلام عن النية مع صغار الطلاب، يعني اللي في بداية طلب العلم، قال حتى لا يحصل عندهم وسوسة. أنت أيضا لا يكون عندك وسوسة في حياتك، أردت تصدق بعدين يقول لك إبليس أنت قصدك رياء، قصدك يشوفك الإمام، قصدك لا تلتفت لهذه، هذه وسوسة. أردت أنك تشتري هدية لأختك وانت رايح لها تفرح أولادها بحلويات ولا شيء، قال نعم أنت أصلا قصدك أن تثني أختك عليك عند أمك، إذن أنت لورا مكانك، أنت تفعل ذلك للذكر، لا تلتفت إلى هذه الوساوس أبد. أخلص النية في مبتدأ عملك واسأل الله تعالى التوفيق فيه، ولا تلتفت إلى الوساوس التي تطرأ عليك. في الحديث قال فرفع إليه رأسه، هذا يفيد أن السائل كان واقفا، هذا فيه دلالة أنه ممكن الواحد يسأل العالم وهو واقف والعالم جالس. صحيح أن الأولى أن تجلس كما جلس جبريل لما جاء يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام الإيمان الإحسان، الحديث المشهور، جاء وجلس بأدب، لكن لا بأس أن الواحد هو واقف يسأل يا شيخ ما حكم كذا وكذا. قال فرفع إليه رأسه، قال وما رفع إليه رأسه إلا أنه كان قائما اللي هو السائل، فقال من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. طبعا هذا الحديث أيها الأفاضل في قتال الطلب، أما قتال الدفع فحتى لو كانت نيتك حمية جاز. يعني مثلا النبي صلى الله عليه وسلم يقول من قاتل دون ماله فهو شهيد، من قاتل دون عرضه فهو شهيد، من قاتل دون نفسه فهو شهيد إلى آخره. لو واحد فرضا دخل عفوا ليضر أهلك باغتصاب أو نحوه،
ثم أنت ما فكرت والله إعلاء كلمة الله ما على كلمة الله، الزنا حرام ولا ما هو بحرام، أخذتك الحمية، كيف أعوذ بالله يعتدي على أختي، يعتدي على بنتي، على زوجتي، على، ثم قاتلته فقتلت فرضا يعني. طيب هل قتلتك الآن تكون ليست في سبيل الله؟ نقول لا، الحديث يتكلم عن جهاد الطلب الذي جيش يذهب لأجل أن يقاتل. نقول أنت أيها الجيش وأنت طالع تقاتل، إيش في نيتك في قلبك؟ قصدك شجاعة؟ قصدك حمية؟ قصدك رياء؟ قال لا والله أنا تارك أولادي وأهلي وكذا، طالع لإعلاء كلمة الله للدعوة إلى الإسلام وقتال مثلا المشركين الذين يقاتلوننا وكذا. نقول هذا في سبيل الله. أما قتال الدفع، لو هجم العدو على بلدان المسلمين فقاتل المسلم حماية لدينه وحماية لأرضه وحماية لعرضه، يدري إن هذا العدو إن تمكن هتك عرضي وأخذ أرضي واستولى على بيتي فأنا أقاتل دون ذلك، فهذا أيضا في سبيل الله، هذا اللي هو جهاد الدفع، هذا حتى لو كانت النية حمية أو نحوه. ولذلك الرجل قال يا رسول الله يأتيني الرجل يأتيني يريد مالي، قال لا تعطيه مالك، قال أرأيت إن قاتلني؟ قال قاتله، قال أرأيت إن قتلني؟ قال أنت في الجنة، قال أرأيت إن قتلته؟ قال هو في النار. ما قال النبي صلى الله عليه وسلم ابتعد وقل لا خذ راحتك، أهم شيء لا تقتلني وأنا قصدي وجه الله والدار الآخرة، لا، قال قاتله، خليك بطل وعزه ورفعه، قاتله. وكذلك لو أراد أن يعتدي على عرضه أو يعتدي على ماله، أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالدفاع عن ذلك. الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى سئل عن القتال دفاعا عن الوطن، هل يعتبر في سبيل الله ولا ليس في سبيل الله؟ فقال الشيخ المسألة فيها تفصيل، ومختصر كلامه قال إن كان وطنا مسلما يحكم فيه الإسلام فقاتل عنه تعظيما لبيضة الإسلام وحماية للدين وحماية لها المساجد ودور القرآن وحماية لوجود الإسلام فهو في سبيل الله. قال أما إن كان بلدا غير مسلم يمكن فيه للمشاهد والقبور والأضرحة والخمور والمسكرات والوقوع في الفواحش ولا يحكم فيه بالشريعة أصلا ولا شيء، فأنت تقاتل عن هذا الوطن تحمي إيش؟ تحمي مجموعة من دور البغاء ولا دور الخمور ولا أضرحة وقبور، ولا تحمي محاكم تحكم بغير الشريعة، تحمي إيش؟ تبذل دمك لأجل إيش؟ فإذا كان يبذل دمه لحماية وطن يحكم الإسلام ويحكم الشريعة والمساجد فيه عامرة ودور العلم، فأنت في الحقيقة تدافع عن بلد مسلم، تدافع عن الإسلام، تدافع عن هذا الكيان الذي يطبق الدين. أما إذا كان الوطن لا يطبق شيئا من هذا فنقول أنت تبذل دمك حماية لإيش؟ لا حماية لمحاكم تحكم بشريعة، ولا حماية لمساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا، ولا تبذل دمك لأجل ماذا؟ فهذا أيضا فيه تفصيل، مسألة أن يدافع عن الوطن أو لا يدافع عنه. الحديث فيه بعض الفوائد ذكرنا طرفا منها، منها بيان أهمية الإخلاص لله، فمن كان يرجو لقاء ربي فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، والله يقول ليبلوكم أيكم أحسن عملا، قال الفضيل يعني أخلصه وأصوبه. منها أن المستفتي لا بأس أن يكون واقفا، فيه إقبال المخاطب على المتكلم والمسؤول على السائل، يعني النبي عليه الصلاة والسلام الرجل سأله ما التفت النبي صلى الله عليه وسلم ولا خفض رأسه وقال من قاتل لتكون كلمة الله، لا التفت إليه، وهذا من الأدب أن إذا واحد كلمك أن تلتفت إليه وتتخاطب معه. فيه أيضا ما أعطي النبي صلى الله عليه وسلم من الفصاحة في الكلام بكلام مختصر جامع يحمل معاني كثيرة، يعني لما سأل الرجل قال الرجل يقاتل حمية، الرجل يقاتل شجاعة، الرجل يقاتل غضبا، الرجل يقاتل ليرى مكانه، الرجل ذكر 9 أو 10 أنواع. النبي صلى الله عليه وسلم ما أخذ يقول له شوف الغضب إن كان غضب لله فالحكم كذا، وإن كان غضب للنفس فكذا، وإن كان غضب للأرض انتهينا من الغضب، الحمية إن كان قصدك حميته في كذا فهو كذا، إن كان حميته في كذا، ما جعل النبي صلى الله عليه وسلم يفصل له تفصيلا طويلا، أعطاه جملة مختصرة، من قاتل
لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله وانتهى. كقوله عليه الصلاة والسلام ما قال رجل يا رسول الله إنا نسافر في البحر فهل يجوز أن نتوضأ بماء البحر؟ قال هو الطهور ماؤه الحل ميتته. خلاص أعطاه كلاما مختصرا جمع له كثيرا من الأحكام. هذه بعض الفوائد المتعلقة بالحديث، وأهم ما فيها في الحقيقة التنبيه على مسألة الإخلاص لله تعالى، وأن يصبح المرء في عمله مبتغيا وجه الله تعالى، وأيضا أن ننتبه إلى أنه لا يصل بك الحد الوسوسة. يعني واحد فرضا صلى في مسجد ثم أراد مثلا أن يلقي كلمة عليهم مثلا فيها نوع من النصح، أو في مجلس ويحفظ مثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم من قال سبحان الله وبحمده غرست له نخلة في الجنة، فأراد يعطيهم الفائدة، فلما أراد يتكلم قال له الشيطان إيه تكلم حتى يقولوا هذا أوه عنده علم، وهذا ما شاء الله أسلوبه حسن، هذا ناصح لنا، إيه تكلم حتى تشتهر أكثر، حتى بدأ الشيطان يوسوس لك. طيب السؤال هنا كيف تتعامل مع هذه الحالة؟ هل تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إذن لن أتكلم؟ أنت في الحقيقة حققت ما يريده الشيطان. الشيطان يريد أن يحول بينك وبين نشر الخير وأسكتك وحققت ما يريد. طيب إذا ماذا تفعل؟ أخلص نيتك وتكلم، وأحرص أنك تدافع الرياء، وأيضا انظر في الذي دفعك في البداية، الطلقة الأولى اللي دفعك في البداية أنك تريد أن تعطيهم الفائدة في مجلس، ثم قلت في نفسك خليني أعطيهم الفائدة. طيب الآن أول ما قفز إلى ذهنك أن تعطيهم الفائدة، هل أنت قلت رياء وسمعة؟ تقول لا والله أنا قصدت أعطيهم الفائدة حتى الذي يعمل بها يأتيني مثل أجره، لكني لما بدأت أرتب الكلام دخلت النية الأخرى وهي الرياء والسمعة. نقول إذن لا تلتفت إلى النية الأخرى، ابقى على نيتك الأولى اللي هي الإخلاص وإرادة وجه الله والدار الآخرة. الحديث 105 عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال بين أنا أمشي مع النبي صلى الله عليه وسلم في خرب المدينة. خرب المدينة جمع خريبة، وقيل خرب مثل كلمة وكلم، تجمع على خرب وعلى خرب، وهو المكان المهجور. تعرف أحيانا بعضهم مثلا يحفرون بئرا وفي جهة من جهات المدينة فيبنون بيوتهم حوله ويضعون نخلا ثم يجف البئر ويحفرون في مكان آخر وينتقلون إليه، فيصبح هذا المكان خرابا، تموت فيه النخل كذا وتصبح البيوت يعني غير عامرة وكذا، فيصبح خريبة هذا المكان. وفي رواية قال في حرث المدينة، حرث المدينة يعني مزارعها. بينما أنا أمشي مع النبي صلى الله عليه وسلم في خرب المدينة وهو يتوكأ على عسيب. العسيب هو جريد النخل، غصن النخلة، يؤخذ ويقطع الخوص الذي فيه فيصبح عصا، وكانوا بالمناسبة يأتون إلى الجزء العريض منه الملاصق للنخلة ويقطعونه ويكتبون فيه العلم، يكتبون القرآن ونحوه، ما كان عندهم ورق في السابق، ويتوكأ عليه يعني يعتمد عليه في مشيته. وكانوا هم يحتاج الواحد أحيانا أنه يمشي يكون معه عصا، إما يدفع بها الهوام في الطريق، أو يكون مثلا في الطريق مثلا شجرة فيها شوك فهو يصدها بها العصا حتى يتعداها، أو شجرة فيها غصن مؤذي فيصده عنه ويتعدى، يعني مثل ما قال الله تعالى عن موسى وما تلك بيمينك يا موسى، قال هي عصايا أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي وماذا ولي فيها مآرب أخرى، عندي عدة حاجات أعملها بها، قال ألقها يا موسى. فمر به مر بنفر من اليهود. اليهود الذين في المدينة هم ثلاثة أقسام، ثلاث قبائل، بنو قينقاع وبنو النضير وبنو قريظة، وكتب النبي صلى الله عليه وسلم أول ما وصل كتب معهم معاهدة على أن نشترك في العيش في المدينة ونشترك في حمايتها ولا نقاتل بعضنا بعضا، اتفق معهم النبي صلى الله عليه وسلم على
على أشياء تتعلق بالمدينة، خانوا طبعا ونزلت الآيات والقصص مشهورة في ذلك. فكان وجود اليهود في المدينة أمرا عاديا، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يزور جاره اليهودي لما مرض ولده، يدعوه جار يهودي آخر إلى طعام ويذهب عليه الصلاة والسلام ويأكل، يمر نفر من اليهود بالنبي صلى الله عليه وسلم فيقولون السلام عليكم يا محمد. فكان مخالطة اليهود، ولذلك حتى لما مرض النبي صلى الله عليه وسلم واحتاج عليه الصلاة والسلام في أواخر حياته إلى طعام، رهن درعه عند يهودي في صاع من طعام. الدرع هو مثل القميص من حديد يلبس أثناء القتال. قال فمر بنفر من اليهود، اليهود أصحاب مشاكل ما يتركون أحدا في حاله، فقال بعضهم لبعض سلوه عن الروح. وفي بعض الروايات عند غير الصحيح أنهم قالوا فإن فسرها فليس بنبي، لأن كل الأنبياء سألهم أقوامهم عنها ويقولون هذه من أمر ربي ما ندري، هذا أمر تفرد الله بعلمي، مثل متى الساعة ما في أحد من الأنبياء يدري متى تقع الساعة، فكذلك الروح من أمر ربي، كل الأنبياء يجيبون بنفس الجواب. فهم يقولون هنا قالوا سلوه عن الروح فإن أجابكم، في رواية غير البخاري، فإن أجابكم فإن فسرها فليس نبيا، سلوه عن الروح. فقال ارحمك الله، فقال آخر ما رابكم إليه، يعني ما الذي هيجكم إليه تتطفلون عليه، أنتم ستأتون لأنفسكم مشكلة الآن، ينزل عليك قرآن فيكم يذمكم أو ربما فضحكم أو أخبركم بما في كتابكم أو كذا، ما رابكم إليه. وقال بعضهم لا تسألوه، لا يجئ فيه بشيء تكرهونه. كما أن اليهود جاءوا يوما إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسألوه عن رجل وامرأة وقع في الزنا، فقال عليه الصلاة والسلام، يعني أنتم الآن أتيتم تسألون النبي صلى الله عليه وسلم، طيب ما حكمه في كتابكم؟ قالوا حكمه أن يسود وجهه ويطاف به، يعني نأخذ سوادا من أسفل القدر لما نطبخ القدر على الخشب ويصبح تحت السواد على الحطب، سواد نأخذ منها السواد ونضع على وجهه ونطوف به، يعني نوع من الإذلال له، الإهانة. قال هذا اللي في كتابكم؟ قالوا نعم هذا اللي في التوراة. قال فأتوا بالتوراة فاتلوها. فجاءوا بالتوراة وأمر القارئ أن يقرأ، وكان عند النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن سلام رضي الله عنه، وعبد الله بن سلام عالم من علمائهم ثم أسلم. فجعل القارئ يقرأ حتى إذا وصل إلى آية الرجم وضع يده عليها وقرأ ما بعدها، فقال عبد الله بن سلام يا رسول الله مره فليقرأ ما تحت أصابعه، فرفع أصابعه وقرأ ما تحتها وإذا هي آية الرجم. قال عليه الصلاة والسلام ما الذي حملكم على كتمانه، يعني ليش تكتمون الحكم الشرعي؟ فقالوا إنه كثر في أشرافنا، احنا كنا ننفذ الحكم لكن كثر في أشرافنا، يعني الزنا، فلا يستطيعون أن يقيموا على هؤلاء الأشراف، فصاروا يقيمون على الضعفاء والأشراف يتركونهم، ثم وحدوا العقوبة على الجميع فتركنا العمل به. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالزانيين فرجما، طبق عليهم الحكم اللي في القرآن والذي نزل قبل أيضا في كتابه. فهم كانوا يخشون أحيانا يأتون للنبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن أشياء فيخرج ما في كتابهم مما تركوا هم العمل به، ولذلك هنا يقول هذا واحد منهم يقول لا تسألوه، يعني لا تتطفلوا ولا تجيبوا لنفسكم مشاكل، لا تسألوه لا يجئ فيه بشيء تكرهونه. أنتم سألتوا قبل عن حكم الزنا وطلع اللي في كتابكم وأنكم فجرة ما تطبقون التوراة اللي بين أيديكم، الآن تريدون مشكلة ثانية، لا تسألوا لا يجئ فيه بشيء تكرهونه. فقال بعضهم لنسألنه. هم سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن الروح، فما هي الروح التي سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عنها؟ قيل قصدوا عيسى عليه السلام وروح منه، وقيل قصدوا جبريل يوم يقوم الروح والملائكة صفا، وقيل قصدوا القرآن وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، وقيل قصدوا الروح المعروفة
والتي فيها نزل قول الله تعالى: ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيت من العلم إلا قليلا. الله تعالى يخلق ما يشاء ويخبرنا بما يشاء ويخفي عنا ما يشاء. الله تعالى مثلا خلق المريخ وخلق الزهرة وخلق المشتري كواكب، وأخفى عنا هل فيها سكان ولا ما فيها سكان. خلقنا الله تعالى في هذه المجرة ضرب التبانة، وخلقها الشمس اللي حجمها مثل الأرض 1,300,000 مرة. القمر بالمناسبة حجم الأرض أكبر من القمر 83 مرة، وحجم الشمس أكبر من الأرض 1,300,000 مرة. يقولون والشمس هي من أصغر الكواكب اللي موجودة أصلا مما خلق الله تعالى. ولذلك قال الله تعالى: ويخلق ما لا تعلمون. طيب لو جاءك واحد وسألك قال: الكواكب الأخرى اللي في غير مجرتنا أو التي في مجرتنا، خاصة الكواكب البعيدة عنا التي لم يستطع الإنسان أن يصل إليها، وأيضا الإنسان لم يصل عموما إلى هذه الكواكب، هل فيها حياة؟ هل فيها ماء؟ فيها أشجار؟ فيها ناس خلق الله تعالى سوف يحاسبهم؟ لما قال الله تعالى للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، ليش قال في الأرض؟ لماذا ما قال إني خالق خليفة؟ ليش حدد الأرض كوكب الأرض؟ ليش؟ هل هذا يعني الكواكب الثانية أصلا فيها خلق وأنهم لهم حساب خاص وعقاب خاص وكذا؟ هذا أمر نحن لا نستفيد منه لو عرفناه. وبالتالي الله تعالى أخبرنا قال: الله خالق كل شيء. طيب إيش الأشياء يا ربي اللي خلقتها؟ ما هو بشغلك إيش الأشياء اللي خلقها الله. تدخلك فيما لا يعنيك، وأن المشتري كوكب المشتري ولا كوكب الزهرة هل فيه مخلوقات ولا ما فيه مخلوقات، ما هو بشغلك في هذا يا أخي. مثل اللي دخل على الإمام الشعبي وقال له: هل لإبليس زوجة؟ فقال: ذاك نكاح لم ندع إليه. أنا وش دخلنا هو معرس ولا ما عرس إبليس؟ أنت مطالب أنك تستعيذ بالله من شره، عنده زوجة عنده عيال، ما هو بشغلك. فكذلك هنا رب العالمين خلق خلقا أخبرنا الله ببعضه. خلق السماوات، ألم ترى أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من، وأخبرنا الله تعالى بهذه المخلوقات. لكن تفاصيل بعض المخلوقات أخفاها الله تعالى عنا، مثلا الجنة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. إيش التفاصيل اللي فيها؟ ما ندري. يقول لك: لم يخطر على قلب بشر. حتى اللي يخطر على قلبك اعلم أن الجنة فيها ما هو أعظم منه. فالله تعالى يخلق ما يشاء، ولذلك قال جل وعلا: ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. من علم الله الكواكب. طيب نحن لا نحيط علما بما في الكواكب إلا بما شاء ربنا. الله عز وجل لم يشأ أن نعرف ما هو موجود فوق كوكب المشتري وفوق كوكب الزهرة وفوق كوكب مدري إيش. لم يشأ أن نعرف الشمس فيها حياة ولا ما فيها حياة. يمكن الشمس عليها سكان يتحملون الحرارة، ما تدري، ممكن. أليس أحيانا حتى على الأرض يقول لك مثلا جاءت موجة حر على ألمانيا ومات 26 واحد، ما تسمعونها أحيانا في الأخبار؟ فنقول في نفسنا: أوه موجة الحر هذه كم يا جماعة؟ يمكن 120 درجة مئوية، 150 درجة. فيقول: لا والله هذه 50 درجة مئوية ومات 26 واحد. نقول: يا أخي احنا دائما الحرارة عندنا 50 و55 وعايشين حياتنا. فجعل الله تعالى لبعض الناس قدرات ليست عند الآخرين. فقد يكون على الشمس أيضا سكان نحن لا نعرفهم، ما ندري. الله يقول: ويخلق ما لا تعلمون. ولذلك خلق الله تعالى الروح، ثم اليهود سألوا إيش الروح، فأنزل الله تعالى الآيات: ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيت من العلم إلا قليلا. كل هالعلم الذي علمه الإنسان، علم الطب والهندسة والفلك والجيولوجيا والكيمياء والأحياء والفيزياء وعلم الفقه والحديث والعقيدة وغير، كل العلوم هذه قليلة كما وصفها الله تعالى. العلماء السابقون طبعا
عرفوا الروح قالوا الروح جسم لطيف في البدن يسري فيه سريان الماء في الورد، يعني جسم يجري في البدن ما تدري كيف يجري لكنه موجود في بدنك. ولذلك لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في حديث البراء بن عازب الذي أخرجه الإمام أحمد، لما ذكر الموت المسلم وموت الفاسق أو الفاجر أو الكافر، يقول فيأتي إليه ملك الموت، يقول أما الكافر فتتفرق روحه في جسده فينتزعها كما ينتزع السفود من الصوف المبلول، والمسلم يقول فتخرج روحه تسيل كما تسيل القطرة من في السقاء. السقاء هو القربة اللي فيها ماء، لما يبقى فيها قط لما يكون فيها ماء كثير وتقلبها على وجه على رأسها يندفع الماء، ثم إذا بقي قطرات تبدأ تسيل ببطء ولين وهدوء. فروح المؤمن تخرج تسيل، كيف تسيل؟ معناه لها جرم؟ ما ندري، المهم أنها تطلع في أيدي الملائكة. العلماء اهتموا بالروح، ابن القيم رحمه الله ألف كتابا اسمه الروح، ابن منده ألف كتابا اسمه معرفة الروح والنفس. والأرواح لا تفنى، إنما الذي يفنى الجسد. وفي ذلك يقول الناظم ثمانية حكم البقاء يعمها من الخلق والباقون في حيز العدم. يقول ثمانية أشياء مستثناه من قول الله كل من عليها فان، إذا نفخ في الصور في ثمانية أشياء ما تفنى وكل شيء يفنى. إيش الثمانية؟ قال ثمانية حكم البقاء يعمها من الخلق والباقون في حيز العدم، هي العرش والكرسي نار وجنة وعجب وأرواح، كذا اللوح والقلم. العرش والكرسي نار وجنة وعجب، العجب هو آخر فقرة في الظهر التي منها يخلق الإنسان، وعجب وأرواح الروح لا تفنى، كذا اللوح والقلم، القلم الذي تكتب به مقادير الخلاق واللوح المحفوظ، أي ذكرها السيوطي رحمه الله. موت الروح الحقيقة ليس موتا إنما مفارقة للبدن، إذا طلعت الروح من البدن مات البدن، لكن الروح يصعد بها إلى السماء، ثم إن كان مؤمنا استفتح له ففتح له، وإن كان غير ذلك يعني كما قال الله تعالى لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى ترمى من فوق السماء، لا تفتح لهم أبواب السماء. هؤلاء اليهود سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن الروح فاختلفوا، أحد يقول اسألوه والثاني يقول لا ما رابكم إليه والثالث، حتى قرروا يسألونه. فقام إليه رجل منهم فقال يا أبا القاسم حدثنا ما الروح؟ فأمسك النبي صلى الله عليه وسلم فسكت عنه فلم يرد عليهم شيئا، وقام ساعة متوكئا على عسيب ينظر وأنا خلفه، اللي هو عبد الله بن مسعود راوي الحديث. ساعة هنا ليس المقصود ساعة 60 دقيقة يعني التي عندنا، ساعة يعني برهة من الزمن، وقتا من الزمن ساعة. فقلت إنه يوحى إليه، لما سكت النبي صلى الله عليه وسلم سكت عنهم ولم يتكلم قال الآن يوحى إليه، قلت إنه يوحى إليه فتأخرت عنه فقمت مقامي، يعني قمت واقفا، فلما نزل الوحي وانجلى عنه قال ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. فقال بعضهم لبعض قد قلنا لكم لا تسألوا، يعني تسببتم في نزول القرآن عليه. قوله تعالى من أمر ربي يعني قيل معناها من خلق ربي، وقيل من أمر ربي يعني من فعل ربي، كما قال الله تعالى وما أمر فرعون برشيد، يعني وما فعل فرعون برشيد. فالروح من فعل الله من خلق الله وإرادته لا يجوز، من شأن ربي يعني لا يجوز لكم أن تسألوا عنها، فإنها مما اختص الله تعالى به. وقد أعجز الله تعالى الإنسان أن يعرف ماهية الروح التي تجري في بدنه، لا يعرف الإنسان مهما بحث، ونحن نجزم أن إلى قيام الساعة لن يأتي أحد أبدا يستطيع أن يشرح لنا ما الروح. الله تعالى قل الروح من أمر ربي، نجزم بذلك. ولذلك أجريت بحوث كثيرة، ولو
تبحث في الانترنت ستجد مقاطع فيديو لأقوام لما نزل بهم الموت ادخلوا إلى غرفة وسلطت عليهم أشعة سينية وفوق بنفسجية وأشعة الليزر، يشوفون إيش ماهية الموت، إيش اللي بيطلع منك. لو يطلع منه هواء، يطلع منه ميكروبات، يطلع منه أي شيء، سوف تصور هذه الأشعة التي تصور كل شيء. ومع ذلك لم يستطيعوا أن يكتشفوا، خرجت روحه وانتهى ومات، وظلت الروح كما قال الله من أمر ربي وما أوتيت من العلم إلا قليلا. حديث 106 عن الأسود رضي الله عنه قال: قال لي ابن الزبير، الأسود كان من كبار التابعين وكان رجلا عابدا صالحا، قالوا حتى إنه كان يصلي أكثر من 100 إلى 200 ركعة في اليوم والليلة، يعني من شدة عبادته. وهم طبعا الرقم اللي ذكر أكثر من هذا، يعني اللي ذكره أهل السير قالوا يصلي 700 ركعة، لكن إذا جئت عند تطبيقها على الواقع يبعد هذا يعني. فأحيانا يعني تذكر ما هو قريب فتقول أكثر من 100 ركعة، فإن كان 700 ما يعني ما أخطأنا. وبالمناسبة أنا أنبه على ما يذكر، يقال مثلا كان فلان يختم القرآن في اليوم 2 أو 3، وكان يصلي في اليوم 700 ركعة، وكان في كثير من الأحيان هذه فيها نوع من المبالغة ونوع من التوقع الذي يصفه بعض طلابه، كلما دخل رآه يصلي فقال هذا يصلي أكثر من 200 ركعة، وفي الحقيقة ربما صلى أقل من ذلك. وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، هذا الذي سيصلي 700 ركعة لو أخذت منه الركعة الواحدة دقيقة، هذا على أقل تقدير، إذا بيصلي بسرعة شديدة معناه يحتاج إلى 700 دقيقة، معناه سيحتاج إلى، إذا 600 دقيقة هذه 10 ساعات، حط عليها 100 دقيقة أيضا هذه ساعة ونصف أو قل ساعتين، يعني سيحتاج إلى 12 ساعة صلاة نوافل. هذا متى سيكون عنده وقت يصلي الفرائض، يجلس مع أهله؟ أي جسم سيتحمل أن يصلي هذا العدد الكبير؟ فالمقصود أنه خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، يقول إني أصوم وأفطر وأصلي وأنام وأتزوج النساء وآكل اللحم، فمن رغب عن سنتي فليس مني. لكنه كان رجلا عابدا، وكانت عائشة رضي الله تعالى عنها بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم تجلس عند باب بيتها ويجتمع الناس من وراء الستر وتحدثهم بأحاديث النبي عليه الصلاة والسلام، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كذا وسمعته يقول كذا، وليس هي وحدها فقط بل غيرها أيضا، يعني حتى أم سلمة روي عنها أكثر من 334 حديثا، من رواها؟ رواها الصحابة، معناه أنها كانت تجلس خلف الستر وتحدث. فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم روي عنها أيضا أحاديث، زينب، غيرها، بل كذلك بعض راويات البخاري. لذلك أحيانا بعض رواة البخاري يقول حدثتنا كريمة، أو ابن حجر يقول وفي رواية كريمة، كريمة هذه امرأة وكانت تروي البخاري من وراء ستر، تجلس ويأتي الطلاب من وراء الستر وتحدثهم، حدثنا فلان عن فلان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا، وتحدث. فحديث المرأة بهذا العلم لا بأس به، إذا ولذلك الله تعالى قال فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، وقال جل وعلا وإذا سألتمونا متاعا فسألونا من وراء حجاب، حديث الرجل مع المرأة من وراء حجاب ونحوه، إذا خلى من المتعة والشهوة وكذا فلا بأس، يعني ما عليه بأس في هذا. فعائشة رضي الله عنها كانت يعني حتى بعدما كبر سنها رضي الله عنها تحدث من وراء الستر وتحدث من يأتي يسألها يستفتيها تحدثه. فابن الزبير أمه أسماء أخت عائشة، فهو سأل لما تولى على مكة، تعرفون أن ابن الزبير كان عبد الملك بن مروان أميرا خليفة في الشام، وابن الزبير كان أميرا على مكة. والقصة في ذلك عموما أن معاوية رضي الله عنه لما أخذ البيعة لابنه يزيد، ابن الزبير أبى أن يبايع واستقل بمكة وصار يحكم في مكة، وعبد الملك ومعاوية ثم يزيد ثم كذا صاروا يحكمون في الشام، فكانت تقع بينهم الحروب. فابن الزبير سأل الأسود بعد وفاة عائشة، قال له كانت عائشة تسر إليك كثيرا، يعني تحدثك بأحاديث كثيرة وأنت تأتي وحدك، لكن من وراء الستر يعني لا يخلو بأم المؤمنين، فما حدثتك في الكعبة،
قال قلت قالت لي سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الجدر أمن البيت. الجدر وهذا الجدار الذي ملاصق للكعبة الذي هو الحجر، وتسميته بحجر إسماعيل لم يرد لا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم ولا في القرآن ولا من كلام الصحابة، إنما اشتهر بعد ذلك أن إسماعيل دفن في داخله، وهذا باطل، إنه لم يدفن في لا ليس في الحرم، يعني لم يدفن في الحرم أحد، بل هو مسجد لعبادة الله وحده ولا شريك له. فهو يقول ما تقول عائشة سألت النبي صلى الله عليه وسلم، يعني إيش المناسبة بوجود هذا القوس هذا الجدار، إيش موضعه، لماذا جعل كذلك؟ فقال لها ألم تري أن قومك لما بنوا الكعبة قصرت بهم النفقة اقتصروا على قواعد إبراهيم، قالت فما شأن بابه مرتفعا. الحديث له رواية أخرى عند مسلم أن عبد الملك بن مروان بينما يطوف بالبيت إذ قال قاتل الله بن الزبير حيث يكذب على أم المؤمنين، يقول سمعتها تقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عائشة لولا حدثان قومك بالكفر لنقضت البيت حتى أزيد فيه الحجر، فإن قومك اقتصروا في البناء. عبد الملك الآن يقول قاتل الله بن الزبير، يكذب على عائشة ويدعي أن الحجر هو أصلا من البيت وأن حجم البيت ليس بهذا الحجم، بل هو المفروض أن الكعبة مبنية أكبر. فهو الآن عبد الملك مروان يعني ينتقد ابن الزبير كيف يدعي هذا الادعاء. فقال له الحارث بن عبد الله بن أبي ربيعة قال لا تقل هذا يا أمير المؤمنين، أنا سمعتها تحدث بهذا. قال عبد الملك قال لو كنت سمعت قبل أن أهدمه لتركته على ما بنى ابن الزبير. طيب ما قصة بناء ابن الزبير أصلا للكعبة وما قصة هدمه للكعبة؟ الكعبة أول من هي بنيت 5 مرات، يعني على المشهور أول من بناها الملائكة ثم تهدمت لأنها حجارة مع عوامل السيل والأمطار يعني والغبار، والبناء لا يعيش يعني مهما عاش 100 200 سنة 300 سنة مصيره أن ينهدم يعني. فبناها آدم ثم بناها بعض أبناء آدم ثم بناه إبراهيم، وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت، ما قال وإذ يضع القواعد. أنت الآن لما تريد أنك تبني بيتا تضع قواعد، تصب قواعد على الأرض ثم تبني. إبراهيم جاء وحفر فوجد القواعد، قالوا كانت كأسنمة الإبل قواعد بقية الحجارة، جاء وبنى فوقها. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت قال ثم تهدم فبنته قريش، وحضر النبي صلى الله عليه وسلم بناءه وهو ابن 35 سنة، وهو الذي وضع صلى الله عليه وسلم الحجر. تعرفون القصة لما بقي الحجر الأسود ثم اختلفوا فقالوا نحكم أول من يدخل من هالباب، فدخل النبي صلى الله عليه وسلم وأمرهم أن يعني القبائل كلها تريد تفتخر نحن الذين وضعنا الحجر الأسود مكانه بعد البناء، فأمر صلى الله عليه وسلم بثوب ثم أمر بالحجر الأسود ووضع، وكان الحجر الأسود قطعة واحدة سوداء، فحملوا الثوب كلهم وجاء النبي صلى الله عليه وسلم ورفعه ووضعه بيده. وهذه القصة هي التي فيها أن قريشا كانت تحمل الحجارة للبناء والنبي صلى الله عليه وسلم يحمل معهم الحجارة. يقولون فقال له جده أو عمه قال ارفع إزارك، يعني النبي صلى الله عليه وسلم لابس إزار ورداء وهو يشيل الحجر الأحجار، فالإزار يضايقه وهو يمشي يعني يخفض رأسه عشان يحمل الحجارة وبعدين يرتفع فالإزار، فقال افعل كما يفعلون ارفع إزارك، يعني اربط إزارك بحيث انه يعني اسهل عليك كما يفعل قومك. وهذا يكلم النبي صلى الله عليه وسلم وعمره 35 سنة، الى الان يعني لم يوحى اليه ولم يبعث نبيا، لكن الله تعالى كان يحميه عليه الصلاة والسلام مما يقع فيه قومه من اخطائه. فرفع النبي صلى الله عليه وسلم إزاره، فلما رفعه وكادت ان تنكشف ما ينكشف من قومه، قومه ينكشف منهم عادي ما عندهم مشكلة، يعني ما هم يطوفون بالبيت عرات،
لما كاد أن انكشف منه ذلك سقط عليه الصلاة والسلام، حماه الله تعالى من أن يروا منه شيئا، ثم أرسل إزاره فهو قد شارك في بنائه. ثم بناه ابن الزبير، ثم بناه الحجاج ابن يوسف، هدم وبناه الحجاج ابن يوسف. لماذا بناه ابن الزبير؟ قالوا ابن الزبير لما أرسل إليه من يقاتله، أرسل إليه يزيد بن معاوية من يقاتله، تحصن بالبيت، فأمر يزيد بن معاوية بأن يرمى بالمنجنيق قذائف، فجاءوا نصبوا القذائف، ولم يكن حجم البيت مثل ما هو حجمه اليوم، اليوم الأسوار طويلة وكذا، لكن في عهدهم كان البيت أصغر يعني، فهم وضعوا القذائف في المنجنيق وصاروا يرمونها، والمنجنيق هو شيء يعني قحفة مثلا أشبه ما يكون مثلا بالملعقة كذا حديدة، وفي آخرها شيء يوضع فيه حجارة يشعل فيها النار، ثم تشد بطريقة معينة ويوضع تحتها ما يدفعها فهي تطير حتى تسقط على الجهة المقابلة، فسقط على الكعبة عدد من هذه الأحجار فاحترقت، والحجارة إذا احترقت يعني تتفكك، الملاط الذي يضم بعضها إلى بعض، الملاط يعني المادة اللي توضع مثل الاسمنت واللطين أو كذا، تبدأ تتآكل تحترق، فصار البيت يتهدم، وابن الزبير استشهد في تلك الحادثة إلى آخر. ابن الزبير لم يستشهد الآن، لكن بنى الكعبة ثم في قتال آخر استشهد، لكنه بقي حيا بعد هدم الكعبة، وكان الذي رماه هو الحجاج بن يوسف. فابن الزبير سأل الأسود، قال له إيش حدثتك الآن الكعبة مهدمة، بماذا حدثتك عائشة عن الكعبة؟ فقال إن النبي صلى الله عليه وسلم حدثتني عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها يا عائشة، لأن عائشة قالت فما بال البيت، ما شأن بابه مرفوع مرتفعا، قال فعل ذلك قومك ليدخلوا من شاء ويمنعوا من شاء. قريش جعلت البيت لما بنت الكعبة عاهدت أنفسها ألا تبنيها إلا من مال حلال، فلما جاءوا جمعوا فلوس يأتون عند أبي جهل ولا أبي لهب ولا غيرهم، ها كم تتبرع لابن الكعبة؟ قال والله بتبرع بمئة دينار. قالوا كلها حلال؟ قال لا والله، منها 20 دينار قيمة بيع خمر، ومنها 20 أخرى هذه ربا، والله ما صفى منك إلا 10 دراهم أعطنا، أنت ما صفى منك إلا 7. فصار الكمية اللي موجودة عندهم ما تكفي لبناء الكعبة كاملة، فبنوا الكعبة بشكل أصغر، والباقي من الكعبة اللي هو الحجر جعلوا عليه هذا الجدر اللي موجود، وجعلوا للكعبة بابا واحدا مرتفعا حتى يدخل من شاء ويمنع من شاء، ويصبح المفتاح مع بني شيبة كما سيأتي. وصارت قريش إذا أراد أن يدخل إلى الكعبة أحد لا يرضونه دفعوه فسقط، كانوا يفعلون ذلك حتى ما يدخل الكعبة إلا من يريدونه. قالت قلت يا رسول الله ألا تردها على قواعد إبراهيم؟ ما أنت الآن صرت يا رسول الله تملك مكة وأنت الملك عليهم وأنت الرئيس، ليش ما ترجعها مثل ما بناها إبراهيم؟ ما هو إبراهيم كان مدخل الحجر. قال يا عائشة لولا أن قومك حديث عهدهم بكفر، يعني أنا لسه فاتح مكة، ماذا سيقول الناس لما يقولوا أول شيء فعله محمد لما فتح مكة هدم الكعبة؟ قومك توهم داخلين في الإسلام ويروني آتي إلى هذا البيت المعظم وأهدمه، لن تتحمل عقولهم ولا قلوبهم هذا المنظر، فأنا أسكت عن تطبيق هذا، عن تحقيق هذه المصلحة لأجل مراعاة مفاسد كبرى قد تقع من أنهم قد يرتد بعضهم عن الدين ويقول أنت ما تعظم الكعبة كيف تهدمها، قد أهلك الله أبرها لما جاء يهدمها وأنت تهدمها، فأنا عشان لأن قومك ما يتحملوا هذا الشيء أنا أتركه. قال لولا أن قومك حديث عهدهم بكفر فأخاف أن تنكر قلوبهم أن أدخل الجدر في البيت وأن ألصق بابه بالأرض لنقضت الكعبة ثم لبنيته على أساس إبراهيم، فجعلت لها بابين، بابا شرقيا وبابا غربيا، بابا يدخل منه الناس
وبابا يخرجون منه. الحديث فيه أن الإنسان قد يترك الشيء المعروف إذا خشي أن يكون سببا لفتنة. يعني مثلا أن قد تذهب تصلي مثلا في بلد مثلا لا يجهرون بآمين في الصلاة كما يفعله الحنفية مثلا. الآن لو تذهب وتصلي مثلا في بعض البلدان اللي فيها المذهب الحنفي، صلي في المسجد، الإمام يقرأ ويقول مثلا في صلاة الظهر، في صلاة المغرب أو العشاء أو الفجر، يقول غير المغضوب عليهم ولا الضالين، ما في ولا واحد في المسجد يقول آمين إلا أنت، يمكن تقول آمين ثم تشعر أنك لوحدك تقولها. طيب الآن هذه سنة، آمين سنة، الجهر بها سنة. إذا كنت إن قلتها جر ذلك مفسدة، ممكن بعد الصلاة يقولون أنت خربت صلاتنا، من هذا اللي صرخ في الصلاة؟ وهم عوام لا يفهمون أن تقول لهم. روى البخاري في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وإذا قالوا للضالين قولوا آمين، والصحابة كانوا يجهرون. الناس لن يفهموا منك ذلك ولن يستوعبوه. عندها نقول إذا كان سيترتب على تطبيقك للسنة مفسدة كبرى عليك، إما ضرب ولا سوء ظن بك ولا غير ذلك، فاترك تطبيق السنة خشية من وقوع فتنة أكبر. هذا مثال. وكذلك قل غيره من الأمثلة. كان الإنسان يخشى من فعل المعروف أو من فعل المصلحة أن يقع عليه مضرة، هذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا عائشة المصلحة أني أهدم الكعبة وأبنيها من جديد، ما أعتمد على بناء قريش لما بنوهم كفار. قال طيب ليش ما تسوي كذا؟ ليش ما تهدم الكعبة وتبنيها من جديد؟ قال لأن قومك لسه داخلين في الإسلام، اللي أسلموا في فتح مكة عدد كبير، هؤلاء ينبغي أن يروني أعظم الكعبة تعظيما أكثر مما كانوا يعظمونه. تخيلي لو رأوني أول ما فتحت مكة أول قرار اتخذته اهدموا الكعبة، هؤلاء سيبغضون الإسلام ويكرهونه. وبالتالي ترك النبي عليه الصلاة والسلام هذه المصلحة خشية من فتنة أكبر تقع بعدها. في عدد من الدروس طبعا مترتبة عليه، وفيها أيضا بيان لقصة الكعبة، وهارون الرشيد سأل الإمام مالك، هارون الرشيد أراد يهدم الكعبة ويبنيها أيضا من جديد، فماذا قال له الإمام مالك؟ وفيه أيضا كيف فعل ابن الزبير، كيف تجرأ أن يهدم الكعبة لما تهتك جدرانها ونحوها. لعلنا إن شاء الله تعالى نفصل هذا في الدرس القادم. أسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم ويزيدنا وإياكم علما وهدى وتوفيقا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.